متابعينا اليوم السابع في كل مكان، بنرحب بيكم في لايف جديد من محافظة الشرقية. احنا النهاردة معانا يعني نموذج غير عادي للأم المثالية. معانا الدكتورة غادة المسلمي، أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الزقازيق، ووكيل الكلية السابق. وهي بس مش وكيل الكلية، هي أم الطلبة هنا في كلية الطب، خرجت أجيال كتيرة من كلية الطب مسيرة حوالي 30 سنة، بالإضافة يعني إنها كانت يعني الأستاذة والأم والأخت والصديقة للطلبة وللأساتذة هنا في الكلية، وده اللي خلاها ما تستحق لقب الأم المثالية يعني على مدار لأكثر من مرة. والسنة دي هي كمان فازت بلقب الأم المثالية على مستوى رقابة أطباء مصر. احنا بنرحب بحضرتك على اليوم السابع يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أنا عرفت حضرتك كده في حاجة بسيطة كده، يعني عرفت الناس اللي بتتفرج علينا بالدكتورة غادة المسلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا غادة المسلمي وكفاية. أنا أستاذ في كلية الطب البشري من حوالي 30 سنة فعلا. يعني صعب أو أن الواحد يلخص السنين في كلمات يا أستاذة إيمان، لكن زي ما حضرتك قلتي كده، هي جمال الطب ان هو اجيال بتسلم الى اجيال تانية. ما عندناش، احنا مش بننتهي حتى بسن المعاش، احنا بنفضل الحمد لله في عطاء مستمر. احنا بنوصل للاجيال اللي بعدينا واللي بعدينا وهكذا، وده جمال الطب اللي يعرفه، يعني ان هو رسالة العلم ما بتنتهيش عندنا، وفيها رسالة إنسانية زي ما حضرتك قلتي، قبل أي علم وقبل أي حاجة الإنسانية، لأن الطبيب ده كانوا بيقولوا عليه الحكيم. الحكيم ده اللي هو الناس تروح له علشان تشكي أوجاعها، فهو يقدر بأمر الله سبحانه وتعالى أنه هو يساعدهم على الشفاء من أوجاعهم. كنت بتعامل مع الطلبة من هذا المنطلق، طلبة دول ولادي حبايبي فعلا، أشوف إيه مصلحتهم وإيه اللي أنا ممكن كنت لو ابني مكانه أعمله وأعمله له بمنتهى البساطة. ويمكن هو ده السبب ان احنا علاقتنا الحمد لله ببعض كويسه جدا، يعني كأم وابن مش طالب واستاذ. اتفضلي. حضرتك يعني طبعا احساسك العالي بالطلبه ومحبتك ليهم ده نبع من ظروف انسانيه كنت مريتي بيها، فالظروف الانسانيه دي خلتك يعني ترجعي تقف على رجلك وتحتوي الطلبه الحمد وكل لله. يعني حتى ظروف من الطلبة أو من خارج الكلية، حتى مش من الطلبة، يعني عندك فائض من إحساس الأمومة. معلش نكمل السؤال، لو يعني نتعرف كده بالظروف الإنسانية اللي مررتي بيها اللي كانت ليكي دافع لمواصلة يعني مسيرة نجاح ومسيرة حياة، ربنا أقدرها لك. هو فعلا الحمد لله على قضاء ربنا كله خير الحمد لله. يعني هو مش هنقدر نحكي طبعا اللي حصل، بس هو من 15 سنة ربنا أراد سبحانه وتعالى ان احنا مرينا بحادث مروع كبير، كان نتيجته ان الزوج الله يرحمه الأستاذ دكتور أسامة السيد، كان هو أستاذ طب الأطفال، وابني الكبير اللي هو أكبر أبنائي توفاهم الله في الحادث ده، واحنا الحمد لله كملنا يعني بعدهم بقالنا 15 سنة. حضرتك كنت معاهم في الحادث انت؟ ايوه كلنا. ايوه كنتوا انتوا الاسره مع بعض؟ ايوه الاسره. ايوه وحصل الحادث الاليم ده، وربنا يعني اختار الزوج والابن الحمد لله. اكيد مرت بفتره صعبه جدا بعد الحادث ده. الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى بيعين طبعا الانسان، والابتلاءات دي موجوده في كل الحياه، لو دورنا في حياه كل انسان هنلاقي عنده ابتلاء غير الاخر. وانا دايما الحمد لله ايماني بيقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى بيدينا الابتلاءات على قدر العزيمه بتاعتنا والصبر بتاعنا، فهل معقوله انا ما اقبلش هديه ربنا؟ كتير قوي قلت لنفسي كده، ربنا بعت لي هديه ان شاء الله، ان شاء الله ان ابني ياخذ بايدي للجنه ان شاء الله زي ما الرسول قال، معقوله ارفض الهديه؟ ده بالاضافه طبعا ان الحافز ان الولد والبنت اللي ربنا الحمد لله حفظهم موجودين ومحتاجين يكملوا حياتهم ويقفوا على رجلهم ويبقى ليهم شأن برضه في المجتمع زي ما كان والدهم يتمنى. من هنا انا بصراحه اعتبرت ان دي رسالتي في الحياه الاولى، وزي ما بقول لحضرتك عشان كده كنت يمكن قوي بحس بالطلبه قوي، جايز ما حدش يعني يقدر ده كويس، بس حقيقي حقيقي كنت بحس بيهم كانهم ولادي
هو ابني في الظروف دي هعمل معاه ايه؟ يمكن الحمد لله اداني دافع كويس جدا الحمد لله ان انا احس بالاخرين. طب زي ما انت قلتي كده ان يعني ظروف الانسانيه دي خلتك تحس بالاخرين وتتعاملي مع كل الطلبه كانهم يعني مكان ولادك، ربنا يحفظ الموجودين. اللهم امين يا رب. ابنك يا رب. فكلمينا كده عن بعض المواقف طبعا اللي مريتي بيها في التعامل مع الطلبه واللي خلتهم ان هم يقولوا ايه الدكتوره، ما يقولوش الدكتوره غاده، يقولوا امنا غاده. فلو تحكي لنا كده عن بعض المواقف، يعني انا شايفين كل الناس بتقول لك بلغينا سلامنا وتحياتنا للدكتوره. ربنا يخليهم حبايبي. ربنا يخليهم. محبوبه من كل الناس. حبايبي بجد، مش صدقيني حضرتك ده كلام مش للدعايه خالص، ولا احنا ابعد ما نكون الحمد لله ان احنا نقول كلام يعني مش حقيقي باذن الله. يعني اي طالب بصراحه كان عنده مشكله وما كانش بتردد ابدا. حضرتك لو كنت شفتي المكتب مفتوح يعني الناس تزقه تدخل كده، ما فيش استئذان حتى، ما استاذنوش يفتحوا الباب ويدخلوا. عنده اي حاجه من عينيا بنسمعهم ونحس بيهم. لو هي مشكله انسانيه او نفسيه او كذا ان شاء الله بنقدر، لو نقدر ان احنا نساعدها بنساعدها، نقدر نستعين بحد يساعد طبعا. كل الزمايل بيرحبوا ولادهم، محدش بيتاخر صدقيني. العطاء في كليه الطب كبير جدا جدا جدا، يمكن ما بيعرفوش يعلنوا عنه بس هو موجود. لو حد عنده حاجه ماديه والله يكون في عون طبعا ظروف الناس، كان ربنا برده بيقدرنا وييسر لنا ان احنا نقدر برده. الناس اللي عايزه، في ناس عايزه تساعد بس مش عارفه توصل ليهم ازاي، كنا احنا بنكون همزه الوصل دي بطريقه محترمه جدا جدا، محدش كان بيعرف خالص. ولا بنحفظ كرامه الطالب واهله وفوق عينينا، يعني فوق راسنا من فوق زي ما بيقولوا. من الناحيه التعليميه طبعا ده ابننا بقى ومصلحته ومستقبله، دي اهم حاجه في الدنيا. ربنا دي امانه، ربنا اتمنى عليهم مستقبلهم. يعني يمكن كانت الناس تقول انتوا بتعملوا كده يعني ليه يا دكتوره غاده قوي كده، يعني مستقبله فلان الفلاني يعني صحيح. صعب بقى، وكل ما بينجحش والحاجات دي انت بقى بتتعاملي مع الطلبه ازاي في المواد بتاعتك واحتوائك النفسي. يعني مهم جدا في طالب الطب الاحتواء النفسي، لانه هو بيتعرض لضغوط كثيره طبعا، امتحانات صحيح. يعني هو طبيعه الدراسه عندنا الدراسة ايوه بتكون مختلفه عن كل طبيعه الدراسه عندنا. الاحتواء النفسي بيكون ازاي مع ده مهم جدا. حضرتك فعلا اشرتي لنقطه مهمه جدا فعلا، ان فعلا طبيعه الدراسات الطبيه هي بتبقى دراسات جافه، فبتبقى بتحمل عبء نفسي كبير جدا على الطالب، خاصه الطالب ده يعني من اوائل الثانويه العامه، الناس اللي متعوده تذاكر وتحصل درجاته، فبتبقى صعب عليها جدا ان هو حتى ينقص درجاته، هو مش متقبلها حبيبي. فاحنا كنا يعني بنحاول نوزن الامور ما بين ان احنا عايزينه يتعلم كويس ويطلع دكتور كويس ان شاء الله، يفيد نفسه ويفيد مجتمعه والمرضى يدعوا له بقى دعوه حلوه كده هو دي اللي هيعيش بيها، وما بين ان احنا عايزينه برده ما يحبطش، ما يحسش ان ده اخر الدنيا. فاحنا كنا بنساعده لانه حتى لو لا قدر الله تعثر شويه او يعني كسل شويه، لا اللي جاي احسن ولا يهمك خلاص. الحاجه دي انت، انا متاكده كنت دايما حتى ابعت لهم رسائل اقول له انا متاكده ان انت لما هتدخل الامتحان هتحل كل حاجه وهتيجي تفرحني وتقول لي انا جبت امتياز. كان بيجي لي يقول لي انا جاي مخصوص افرح حضرتك. الاساتذه دول ابهات وامهات في الاخر، صدقيني يا استاذه ايمان والله. يعني يمكن ربنا عالم كتير كتير، ان ما كانش كلهم، هو ما بيبقاش قاصد ان هو يعقد الطلبه ولا يجيب امتحان صعب ولا كده، هو من حرصه على الطالب عايز يعني يتاكد انه عارف المعلومه دي، فيمكن يطلع الامتحان صعب عليه شويه. فاحنا كنا بنقدر بفضل الله، وطبعا اداره الكليه واداره الجامعه كلها مشكوره، تقف جنب الطالب جدا جدا والله. ده مش مجامله لحد خالص، انا دلوقتي مش وكيل كليه يعني مش بجامل حد، بس كنا على طول بنقدر نحل الحاجات ديت. مثلا الاسئله دي صعبه، لا احنا ممكن نوزع درجاتها بما يحافظ على مصلحه الطالب، وفي نفس الوقت الماده العلميه برده ما تروحش علشان ده هيبقى دكتور. طيب ماما بعد لحظه تكريمها ام الانسانيه، يعني كلمينا عن مشاعرك اولا الانسانيه ومشاعر ولادك وحبايبك واحبائك لما عرفوا ان انت الام المثاليه ما شاء الله وبتتكرمي يعني في النقابه العامه من نقيب اطباء مصر الام المثاليه على مستوى الجمهوريه. فكلمينا عن الاحساس ده. والله أنا بشكر طبعا جدا 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 من كل قلبي أعضاء النقابة المحترمين إن هم رشحوني وإن هم كرموني، ربنا يجازيهم كل خير. ولا يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، إحساس طبعا ما يتوصفش. هي كل أم
هي ام مثاليه. لو دورنا في حياه الناس هنلاقي حضرتك هتلاقي قصص يعني احسن مننا بكتير جدا. كل ام هي في حياتها هي ام مثاليه فعلا، وبالذات الام المصريه، ربنا يبارك في كل الامهات يا رب. لكن هو نموذج، يعني يعتبروني ان انا مثال او نموذج يعني كل ام تحس ان ده يومها وان ده التكريم ده ليها هي مش ليا انا. هو فرح ولادي طبعا اكتر حد هم، ربنا يبارك فيهم. وانا عندي دكتور مروان ده طبيب جراحه تجميل، وجنة طالبه في كليه طب الاسنان. هم فرحوا جدا جدا جدا، يعني يمكن اللحظات دي لخصت حاجات كتيره قوي هم ربنا يبارك فيهم كانوا نفسهم يقولوها. فالتكريم ده حسسهم باحساس جميل جدا ان المجتمع كله واقف جنبهم، وان هو بيقدر فعلا الناس اللي بتشتغل كويس وبتضحي مش سايبهم. وده على فكره مهم قوي للنشء وللشباب، انه يحس ان لا، مجتمع سبورتيف. هو دي حتة مهمة عشان هو شخصيته تطلع قوية وكويسة. طبعا حبايبي بقى والناس مش عارفة بصراحة، مش عارفة اقول لهم ايه. يعني بصراحة مشاعر صادقة جدا، مشاعر بجد طالعة من القلب. الدكتورة ده يعني هو طبعا لقب كبير ومهم، وطبعا مكانتك العلمية، لكن كلمة ماما ايضا اللي بتسبق الدكتورة. صحيح دي عندي احلى من اي كلمة تانية اتقالت حقيقي. يعني كل الطلبة هنا بيقولوا ماما غادة، فيعني مشاعرهم بقى لما بصراحة يعني مشاعر أنا نفسي يمكن حتى حسيتها إنها كتير قوي عليا. ده غير اللي ما ظهرش على الميديا، يعني كتير قوي منهم حبايبي بعتولي حتى على الخاص على الواتساب وعلى الميسنجر، أنا فرحان قوي التكريم ده، حضرتك تستحقي وأكتر. ربنا يخليكي يا حبيبي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، يعني بجد. وهو ده اللي دايم، هو ده الباقي. المشاعر الجميلة دي ما عليهاش أي قيود، حضرتك ما حدش قال لهم يقولوا كده. فأنا بشكرهم جدا جدا جدا، ويا رب فعلا يكون احساسهم بيا ان انا زي مامتهم، وربنا يخلي لهم امهاتهم يا رب. يا رب العالمين. احنا بنشكرك جدا يا دكتوره. بشكر حضرتك جدا، شكرا يا فندم. احنا بنشكرك جدا وسعداء جدا باللقاء مع ماما غاده، ام الطلبه هنا في كليه الطب وفي جامعه الزقازيق كلها. يعني كنا معاكم من الشرقيه ايمان مهنا، التقينا مع الام المثاليه الدكتوره غاده المسلمي، أستاذ في كلية الطب، واللي حكت لنا يعني مسيرة حياتها واحتوائها للطلبة واهتمامها بالاحتواء النفسي للطلبة اللي خلاها تاخد عن جدارة لقب ماما غادة هنا في كلية الطب جامعة